بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ازيكم يا بنات يا رب تكونوا بخير ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض بوتكس ببلاش هتشد بشرتك هتعالجي التجاعيد الخطوط الرفيعة حوالين العين وحوالين الفم وفي الجبهة هتخلي بشرتك مشدودة جدا وخالص من غير اي تكاليف بحاجة بسيطة جدا بخمسة جنيه بس هتروحي تجيبي بذور كتان من عند العطار وتفرميها او تطحنيها او تجيبيها مطحونة من عند العطار طبعا انا يا بنات طحناها بالشكل ده وبعينها عندي في التلاجة بستخدمها على طول في الوصفات عايزه اقول لكم ان بذور الكتان حلوه جدا لشد البشره وعلاج التجاعيد غير ان هي كمان بتفتح البشره يا بنات وتحس ان بشرتك على طول مشدوده وحلوه جدا وكمان بذور الكتان بتستخدم في نفخ الخدود وشد البشره بجد من احلى الحاجات اللي ربنا خلقها لنا اللي احنا ممكن نستخدمها في التجميل من غير ما نكلف نفسنا طبعا الوصفه بتاعتي النهارده هحتاج منها معلقتين من بذور الكتان المطحونه زي ما احنا شايفين هضيف لهم معلقه من الزبادي طبعا الزبادي من الحاجات الحلوه جدا اللي بترطب البطره البشره وكمان بتفتح هناخد معلقه كده من الزبادي وهقلبهم مع بعض عايزه اقول ان بذور الكتان بتطلع جل طبعا لما نحط عليها الزبادي تحس كده ان هي بتمتص الزبادي ما احنا شايفين كده هضيف لها ايه بقى على الزبادي اللبن الحليب السايل زي ما احنا شايفين كده يا بنات كل ما هتزودي لها لبن هتلاقيها محتاجه تشرب لبن فهفضل ازود لها لحد ما ندي قوام كريمي كده يقدر افرده على بشرتي طبعا اللبن حلو جدا يا بنات مفيد جدا للبشره هقلبهم مع بعض قلبتهم يا بنات شوفوا بالقوام ده عامل ازاي عايزه اقول لكم بقى ان احنا لو سيبناه دقيقه الجل بذور الكتان هتشرب الحليب تمام فهناخده كده على طول نفرده على البشره لو استنيتي شويه لازم تزودي حليب تاني هقول ازاي بقى بنستخدمه اول حاجه يا بنات بتغسلي بشرتك كويس جدا بالغسول بتاعك وتنشفي بشرتك وبعد كده بتجيبي الماسك ده وتفرديه على البشره وتسيبيه لحد ما ينشف ممكن يقعد معاكي 20 دقيقه يعني تلت ساعه وبعد كده بقى بحركات دائرية بتفركى الماسك كده من على بشرتك وبتغسليها بمية فترة وبعد كده بمية بردة لو عندك مكعبات تلج بتحطيها على البشرة ما عندك إيش. عندك مية ورد شوف يا بنات بدأت تدخن معاكي وتسمعك معاكي ازاي عندك مية ورد بتمشيها على البشرة او اي نوع كريم مرطب انت بتستخدميه تدهني بيه على طول البشرة وترطبيها الماسك ده حلو جدا على فكرة ممكن نستخدمه كل يوم بس انا بستخدمه ثلاث مرات في اليوم حلو قوي مرات في الاسبوع اسفة من احلى الماسكات اولا جيل الكتان او بذور الكتان الرخيصة عند العطار هتطحنيها وتعمليها وهتحسي كده بفرق اول حاجة بشرتك هتتشد هتحسي ان التجاعيد بدأت تختفي عندك تدريجيا غير ان البشرة هتفتح معاكي وهتديكي بياض كده وتفتيح حلو جدا تحسي ان كمان خدودك بدأت تنفخ معاكي الماسك ده من احلى الماسكات وارخص الماسكات وبوتكس طبيعي بتعمليه في البيت من غير اي تكاليف بتمنى الفيديو يعجبك ما تنسيش اللايك والشير ولو كنتي اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد اشوفكم على خير في وصفات جديده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته